السيسي الآن اعتذر. حضور الكرام، شعب مصر العظيم، اسمحوا لي أن أتوجه إليكم جميعاً بالتحية والتقدير. كل عام وحضراتكم بخير ومصر بخير. كل عام وحضراتكم بخير ومصر بخير والعرب بخير والعرب بخير. أنا لو سمحتوا لي عايز أكلمكم على يوم من أيام العرب، 6 أكتوبر يوم من أيام العرب، مش بس يوم لجيش مصر ولا حتى يوم المصريين، ده يوم لينا جميعا، يوم كرامة لكل العرب. جيش مصر والمصريين وأشقائنا العرب. خليني أكلمكم في شباب كتير ما عاش اليوم ده. كان لينا قبل 67 حلم للمصريين انهم ياخدوا مكانهم ويكتبوا تاريخ جميل، لكن الحلم ده اتكسر سنة 67، وعاش المصريين ومن وراهم العرب آلام كبيرة قوي. اللي يعرفها اللي عاشها، اللي يعرفها اللي داقها. وانا بحاول افكر نفسي وافكركم عشان نستلهم من الآلام الدروس والعبر، الدروس والعبر، حتى لا يتكرر او لا تتكرر الآلام مرة تانية. في ناس كتير بيقولوا ايه العلاقة الغريبة اللي بين جيش مصر وشعب مصر؟ مش كده؟ العلاقة دي مش غريبة ولا حاجة. انا عايز اقول لكم بعد الهزيمة سنة 67 الشعب المصري ده لم يتخلى ابدا عن جيشه، ولا ابدا ابدا فكر يكسر خاطر جيشه. ومش بس كده، قعد 7 سنين تقريبا يحرم نفسه من كل حاجة، وكان عايش بالطابور عشان يوفر للجيش. تفتكروا العلاقة دي حد ممكن يعني يدخل فيها، يدخل بينها يعني بيننا وبين المصريين؟ انتوا مش عارفين ان انتوا نور عينينا ولا ايه؟ صحيح صحيح، احنا ما بننساش. خلي بالكم، احنا اتعلمنا كده في الجيش ان احنا لا ننسى ابدا ولا يمكن حننسى ابدا وقفتكم معانا. وعشان كده قبل انتوا ما تتألموا احنا نموت الاول، لكن انتوا ما تتألموش. فوقف الجيش المصري ولا وقف الشعب المصري؟ اصل هم ما فيش فرق بينهم، الجيش والشعب ايد واحده، الجيش والشعب ايد واحده. كنا من 67 لغاية 73 بنعيش يوم بيوم، كل
كل حركة للجيش على الجبهة كان المصريين بيعيشوها، كل طيارة بتتحرك كان المصريين عايشين معاها، لغاية يوم 73 6 أكتوبر. أنا عايز أقول لكم من غير ما حد يقول للحد، من غير حد ما يطلب من المصريين، كل المستشفيات، كل مستشفيات مصر اللي كان فيها جنود مصابين، كان الزيارة من كل المصريين بلا حدود. ده يوم من أيام النصر، يوم من أيام النصر. فحد بقى يندهش، ليه احنا بنحبكم وليه احنا دايما تحت امركم؟ لان انتم دايما كنتوا دايما جنبينا ومعانا وكمان قدامنا. في ناس كتير بتفتكر ان الجيش ده ممكن ينكسر. انتوا شايفين الهرم اللي قدامكم ده؟ جيش مصر زي الهرم، جيش مصر زي الهرم. بس هو هرم عشان معاه شعب مصر، خلي بالكم، هو هرم عشان معاه شعب مصر. بس خليني أوجه التحية في هذا اليوم للقوات المسلحة. لكل ضابط وضابط صف وجندي، كل الشكر ليك، كل الشكر للقوات المسلحة مننا كلنا دلوقتي وبكرة ولغاية لما تنتهي المسؤولية بتاعتنا. طيب بس القوات المسلحة؟ الشرطة فين؟ الشرطة كمان. صحيح في دور عظيم جدا جدا، خلي بالكوا التحدي كان أضخم مما يتصور كثيرا منا. التحدي كان ضخم جدا جدا. حماية إرادة الناس وحرية اختيارهم، ده أمر كان جلل وكان عظيم وكان خطير إن احنا نحافظ عليه. الجيش والشعب، لا ما يصحش، الشعب والجيش والشرطة ايد واحدة. واحنا كمان بنحبكم والله. عايز اقول لكم حاجة كمان، مش عايزين ننسى ابدا شهداء مصر، مش بس شهداء مصر. بالمناسبة في الحرب، حرب 67، كان في شهداء من كل أشقائنا العرب اللي كانوا بيشاركونا الحرب دي. فتحية إجلال وتقدير واحترام لشهداء، لشهداء الحرب من مصر ومن العرب. وتحية كمان لكل المصابين، كل مصابين الحرب اللي أصيبوا في هذه الحرب، تحية لهم جميعا. احنا في الايام دي، يعني انا مش عايز اخرج عن، لكن الاغنية الاخيرة اللي احبابنا قالوها عن العروبة والعرب، يعني بتستدعي حاجات جميلة جدا جدا. يا رب في اليوم ده، يا رب في اليوم ده يسمع منا ويجمع بينا، يا رب في اليوم ده يسمع منا ويجمع بينا، بين كل العرب. واسمحوا لي بالمناسبة ديت ان انا أجدد التحية والتقدير والشكر لكل الأشقاء العرب اللي وقفوا جنب مصر.
وانا عايز اقول لهم ان الشعب المصري شعب اصيل لا يمكن ينسى اللي بيقف جنبه، وكمان ما بينساش اللي بيقف ضده. خلي بالكو، خلي بالكو، لا بينسى اللي بيقف جنبه ولا بينسى اللي بيقف ضده. وإذا كانت مصر في يوم من الأيام هتبقى قد الدنيا، فاعملوا حساب لليوم ده، فاعملوا حساب لليوم ده. هو كله مش مصدقين إن مصر مش هتبقى قد الدنيا، لا دي هتبقى قد الدنيا صحيح، وبكرة تشوفوا، والصغير منكم يبقى يفتكر الكلام ده عني، هتبقى قد الدنيا. أنا مش عايز أختم كلامي غير ما أقول إن التفويض والأمر اللي قاله الشعب المصري لجيشه وللشرطة بالحفاظ على مصر، نحن مسؤولين أمام الله وأمامكم يا مصريين. أكمل التفويض وأقول يا وكمان يا عرب، وكمان يا عرب عنكم جميعا. نحن بفضل الله سبحانه وتعالى سنحمي مصر والمصريين وإرادة المصريين، ده عهد. زي ما انتم أمرتم وفوضتم، احنا حريصين على ان احنا نكون أمناء على هذا الأمر وهذا التفويض. وأنا لي طلب عند المصريين، لا استنوا، صحيح عايز أقول لكم إن مصر كمان مستنية منكم، مصر عايزة منكم نضال في العمل وفي الصبر وفي الإخلاص، وعايز أقول مصر عايزة منكم كتير قوي. ما تكسروش بخاطر مصر. فمن فضلكم نشتغل ونصبر ونتحمل. ما هو اوعوا تفتكروا ان قد الدنيا ده من غير ثمن، لا في ثمن لازم ندفعه. فلو سمحتم، مصر مستنية منكم، مستنية مننا كلنا ان احنا نخلي بالنا منها ونكبرها ونحافظ عليها. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين. شكرا.